امبارح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت نعت الزملاء حسام شوقي والزميل فتحي إسماعيل والزميل محمود كمال جمال الدين وزميل تامر فتحي العاملين بشركة سينرجي واللي وفاتهم المنية في حادث أليم. وقالت المتحدة في بيان رسمي ليها: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون بها بيتقدموا بخالص العزاء والمواساة لأسر الزملاء المتوفين، داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب، وأن يتغمد المفقودين بواقع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.